ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وأكد مدبولي أن المجموعة تحظى باهتمام كبير في ظل تأكيد الرئيس السيسي على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة. وكلف مدبولي المجموعة الوزارية بمتابعة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحا أن أي قرارات ستتوافق عليها أو ستوافق عليها المجموعة سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها. استقبلت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل الدعم المشترك للقضايا التنموية في مصر وعددا من الملفات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تنطلق غدا أعمال منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع. ومن المقرر أن يلقي وزير البترول كريم بدوي الكلمة الافتتاحية في المنتدى، والتي يستعرض خلالها رؤية قطاع التعدين المصري خلال الفترة المقبلة. ويشهد المنتدى في نسخته الحالية مشاركة ما يزيد عن 4000 مشارك من 34 دولة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب، الذي سيضم أكثر من 100 شركة محلية وعالمية عارضة. أعلنت الصين تسجيلها نمو أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد نما 4.7% فقط في الربع الثاني من العام، وهو أبطأ نمو تسجله البلاد منذ مطلع عام 2023.